السلام عليكم. اليوم حبيت نوريكم تهيئة رائعة في وسط مدينة باب الزوار، وهذه التهيئة تاع فضاء عمومي تم تهيئته بطريقة رائعة. شاهد هنا هذا الفضاء، رائع خاصة هذا الأنواع تاع الفضاءات وهذا الأنواع تاع التهيئة يتلائم مع المتطلبات المناخية، يعني يوفر مسار رائع تحت الظلال. تحت الظلال هذا هو الأهم، فيه الظل وفيه أشجار وفيه مسار رائع الإنسان يقدر يمشي فيه بأريحية تامة، يقدر حتى يتمتع فيه، يعني اللي كون انه يوفر بيئه طبيعيه ورائحه الاشجار شيء جميل جدا ان يكون فيه مثل هذه المسارات اللي في الحقيقه هو راه جاي في وسط طريق مزدوج. لاحظ السيارات من الجانبين، مرور السيارات من الجانبين. اذا هذا النوع من التهيئه شيء جميل جدا، وهذا هو المثال الرائع اللي لازم علينا كمسؤولين على مستوى الجماعات المحلية والولايات والبلديات أن نقتدي بهذا المثال تاع هذه التهيئة. التهيئة الرائعة إذن والطول هذا فيه حوالي 500 متر، هذا الطريق فيه حوالي 500 متر، إذن شيء جميل. ونلاحظ يعني بالموازاة، يعني من جهة هذه من جهة هذه فيه حديقة راهي الآن تابعة القطاع العام، تابعة لمؤسسة إيبيفال اللي تختص بالمساحة الخضراء. ماذا بينا كاش نهار يرجعوها حديقة عمومية. خليكم تابعوا هذه الجولة في هذا الفضاء العمومي الرائع في منطقة باب الزوار. إذن خليكم تابعوا، السلام عليكم. ها